وابو رضا رح يجيب لنا الدجاجه والخلط بعد صلاه العصر اذا الله راد. الله يبعدهم عنك يا بنتي. بديعه؟ شو ابن عمي؟ قبل ما يجي ابو فخري مشان ناخذ دلاله عند الشيخ جوهر. ايه انا ما كنت واقف بهي القرنه. ايه كنت واقف هون. ليش شو في؟ لك شو في؟ كاني لمحت تحسين عم يتناوى علينا من فوق الحيط. مزبوط هالحكي ولا عم يتخيلني مخيله؟ لا شو عم يتخيلني مخيله؟ شفته بعيني. انت ما شفتي؟ لا ابن عمي ما شفته. بديعة تحسين له بالعادة يتناوى عليكم؟ طول بالك يا رجال، هذا واحد مشراني وما بدي اياك تعلق معه. انا عم اسألك بتجاوبيني بدون لف ودوران، بيتناوى عليكم؟ والله انا وهالبنات محرومين من الطلعة على ارض الديار كرماله. يعني عم يتناوى عليكم؟ ايه ابن عمي، ومن يومين ثلاثة كان رح ينزل على البنات. شو؟ وعم اقول لحالي لشو هالبنات حاطين على راسهم؟ وحضرتك وين كنتي يا خانم؟ ابن عمي كنت عند ام نصري وام شاهر. قلت لك امسكي هالبنت لشوف سناوليها. يا بنات لا تخلوا ابوكم يطلع من البيت. ولي امسكي كرمالي لا تطلع من البيت. الله يوفقك يا ابو محمد. لك والله لا اذبحه، والله لا اشرب من دمه، وراح بيصير معكم كل هالشيء وما بتقلولي. والله خفنا عليك، نحن حريمات وما لنا غيرك وانت وحداني. الله يخليك، بوس ايدك. خفتي علي؟ لك خفتي علي؟ شو مفكرتيني حريمة ولا وحداني ومقطوع وما لي حدا؟ لك نحن بعائلتنا في كل واحد بياكل راس الحي اكل. يا بي الله يخليك لا تطلع من البيت. يا بي ابوكم يموت بكرامته اشرف لكم بكثير ما يعيش ذليل. والله لا اشرب من دمه والله. يا بي. الله يخليك يا رجال، احنا لمين بدك تتركنا؟ دلال مين بده يحكمها؟ روح الله لا يوفقك يا تحسين يا ابن فريدة. الله لا يوفقك، الله لا يخليك.